كويس؟ كبير كبير ما شاء الله بلدي تمام؟ كويس يا ان شاء الله كويس كلهم كويسين الحمد لله كبير خلاص ها؟ جاهز ها؟ بقى مرة خلاص مرحبا بكم أوه مدام كيف مدام ربيكا؟ أنت كويس؟ الحمد لله كيف أنت؟ الحمد لله إن شاء الله كويسين أنا كويسين مرحبا بكم في بيتنا الحمد لله شكرا يا ربيكا بس هنا جينا لزيارة قصير كده عشان نجي نوريك لأنه بقى زمن طويل جدا بعد ما أخوه بتاعنا مات خلاص وفي عادات وتقاليد بتاعنا بيقول لما المرة راجل بتاعه يموت لازم يورثوه لواحد من أخوان بتاع راجل أنا ذات وكان قاعد أفكر في الموضوع ده يا سلام كلام جميل طيب أنت خربت شنو هسي؟ أنا طبعا بحترم عادات بتاعنا وتقاليد بتاعنا كويس خالص لكن أنا ما داير راجل تاني بعد راجلي كله أنا ما داير يزوجوني تاني 200 عيال بتاعي ديل أنا بربيهم بس وأنا ما داير راجل تاني غلط كلام ده شن وما بحصل انت انينا لازم نمشي حسب ثقافات بتاعنا ونكترم اداء وتقاليد بتاعنا بس انا كلمتكم انا ما داير اي راجل تاني انا وريتكم كلام ده انت قد طلب ولا شنو؟ تمني يا سال من راي بتاعك انينا في مجتمع بتاعنا مره ما زادوا يسالوا راي بتاعه احنا جينا هنا عشان تجهز نفسك مرة جاي هنا لما نجي تختار واحد مننا ده بس خبر هنا جبناه لك هاي وانت ما عندك حق عشان انت باكل اي قرار في الاسره ده انت مرة ساكت انينا يا باكل اي قرار يعني انت في الاسره ده انت لو ما داري ورسوك ابوك برجع بقار بتاعنا كله واذا توالي بقول حق بتاعك في عيال ده خلاص فارق وخد في راسك هنا انت ده لازم تفكر بس تختار واحد مننا ما عندك اي حاجه ثانيه في راسك وقريب ده احنا بنجي مع ناس كبار بتاعنا بس لانه ما بيسلموا ما ينام نشيل زول كبير ويجي ويسلمك لو زول واحد مننا بس هنا كاسره وهنا ماشيين خلاص انت ما راسك ده تفكر تتكلم شنو امي ماري ما في حاجه يا ساره بنتي انا كويسه امي مالك تقولي Rebecca, they say you're just a woman, you don't have a voice or a choice. Oh, Rebecca, girl, it don't matter, suck it, it don't mind your soul, a shiny type of one soul. العادات والتقاليد بتاعتنا السيئة ده بتنتهي متين ومتين احنا كنسوان في مجتمع بتاعتنا رح نكون عندنا عصوان انا ما اعرف يا جوان لكن انا ما دير كلامي ده تاني يا الاثنين دول كفاية ربيك انت شفتها قبل ساي قبل ما الراجل بتاعي يموت ربيك انا كنت ما شاء الله والحمد لله تمام لكن هسي بعد ما الراجل بتاعي مات يا ربيك يا انت بقيت شايفني انا في حالة ده بقيت منتهي بقيت ضعيف بقيت ما في زول اللي بيسندني يا ربيك فحصل لي نفسه حالا بتاعك دي يا ربيك على ستة فوق ده جابوا لي اخو راجل بتاعي قال خلينا نقعد معه انا عبيت رفضت كله ربيك انا قلت انا ما ادري الكلام ده طردوني برا من بيتي يا ربيك جدوني بحاجات حقي برا انا مشيت لناس بيتنا ناس بيتنا ابودي رفضوني كمان هو ما ادري اني يا ربيك انا بقيت لافي من مكان لمكان من بيت لبيت ما الاقي مكان عشان اقعد فيه يا ربيك انا ما ادري حاجه زي دي حصل لك كمان في النهايه انا قلت عملت شنو جبت بهذا يا ربيك جبت يا ربيك بهذا
انا ما بقبل انا اصلي انا ما بقبل كلام ده نهائي يا جوان انا ما داير كله كله يجبروني بحاجه لا انا ما داير انا بشاكل ليه نهائي ربيك انت بقدر سي انا ما بقدر ليه انا بشاكل لحد ما نموت على الاقل انا بكون حاولت بعدين يا جوان انت بدل ما تيجي تقيف معي في مشكله بتاعي انت دارتي تلزني فوق اه يا جوان انت سابي كيف يعني عشان تلزني في مشكله زي ده لكن ميري دي دم هاي دي دم انت فراش ما قعدت في اي حاجه انت بلغت خلاص خليني اربط لك هي لا ده ما بلوغ يا انت ما بلغت خلاص انت ما كبرت انت ما سميت بحاجه بقول بلوغ قبل كده خلاص تعال نربط لك جيتار لانه حاجه ده ما قاعدين نشوفه ده حاجات بتاع بنات كتير كده والله بشكلك خلاص انت بقيت فتاه بس انت ما بقول لي قال ساره بقى لسه جانا ساره بقى بيت كبير بقى بيت فتاه خلاص حصل لا ده الرجاله ده نرقصوا في بيتكم شفت الصباح هيا ده حاجة سامح يا سارة ده ما حاجة كاف يلا حاجة راسك خطي ما كده عشان حاجات ده بنادم بس كده لما توصل البيت انت غير لازم نكترمه يا امي الان احنا نحترم اعداد وتقاليد ما بيشجع حقوق بتاع مرة اللي بيشجع انه حاجات الكعب يحصل لنا ليه يا امي يا ربك يا بنتي اذا انت رفضت تقول تبعنه انت ما دير واعي من اكون راجلك ده الناس دي تربو بجار بتاعهم هو دايرين مال بتاعهم بوراك واعي من اسره بتاعنا ده ما هيجيب عشان الراجل بجار بتاعنا زلوم يا جناي ها وانا ابوك مات كمان وانا يومك قاعد انا بنلقى بجار تناس ده وين لازم تقبل بقر بتاع شنو مال بتاع شنو دفا والاثنين يالا لنا كان ولدته مع اخوهم ده وهسي هم بقدر رجعوني عشان انا نبقى بنية حاجات الشالو من جسمي ده كله هسي برجعوني انا بكون ربيكا بيت زي زمان انا ما بقدر لحاجات انا ما ده لازم يا ربيكا يا جنة تقبل واعي من اسرة ده عشان كلام ده ما ينتهي يا جنة تقدر تقولي كلام ده وين انا ما ده كلام ده كانوا في ناس بودين في سجن يا جنة يا انا وريتك يا جنة ما في حال كله بتقبل يا جماعه ده رجوع مع اخوانهم ده كما شباب داروسا استاذ داروسا داروسا مبروك لكم عشان ما تقول اني خطفنا منك معلش
تعرضة ما تونس كثير بعدين ساسة ما كويس كويس مبروك مبروك يا شباب يا مدام روبيكا عشان انت رحبت بينا في بيت بتاعك نينا كان رسلنا رسالة بتاعنا فيها انو تكون جايز علشان انو نينا جيليلة ساني ورسوك حسب عداد بتاعنا وتقاليد بتاعنا انو المرة كان فقط راجل بتوع بيجو زوتو والي لعقو بتوع يابا انا كان وريت جماعة ديل من بدري انا ما داري زوجوني تاني انا انديد نيني يلبي تا مرهوم ده انا بربيهم بس انا ما داري ايدي تاني ده اتا يا ربيكا ده منو قال لير من رأي بتاك منو قال ليك مارا في مجتمع بتانا جاي سالو من رأي بتاو انت مارا ساكت يا تتكلم شنو انت سيئ يا مارا انت ما سيما كلام ده ما قول شكرا ربنا ما ودناك ولا سخير كان ديك راجل ابو بطن ده أنا أتنين نساوين إذا بقدر لبطن بتاو ده تم لا بأسي ده نينا قرارنا إنو لازم تقبل يكون دي راجل بتاك من اليوم فسايدان وتشوفوا زي راجل بتاك وبسايدك وبتعمبك وبعين وريال بتاك أنا موتا غلط يا جماعة أنا قلت لكم أنا ما دير كلامي رستاني يا أخي انا ما داري ارزوني تاني هو يا ربيكا انت ما ممكن ترفض حاجات كله مننا كده شوف 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 ساره بيجيت بيت كبير وما شاء الله ورجال قام بيمشي وراه وانت دايما قاعد تحاول عشان تترو ناس برا من ساره عشان حق بتاعنا بتاع بوغار ما بيجي لنا وكمان هنا تقعد تقول يعني ما بورسك كيف يعني هو يا ربيكا هو انتو لازم تحترموا الرأي بتاعي وقرار بتاعي بعدين صار لا ذاته لسه صغير ايرز بتاع شنو ده حق بتاعي هو يا مرة انت ما عندك اي حق في اسرة ده نينا قرارنا خلاص ده الراجل بتاعك يا ده الراجل بتاعك كلام كسل كليش خلاص ما تقول يا مدام انت قلت خلاص كلام ده انت Your young daughter has been forced to marry and leave school. Oh, Rebecca, Shani Tamara, suck it. Rebecca, you've been forced. انا خلاص نزلت بيت بتاعي لا وانت بمشي بيت بتاعك خلاص ما ماشي وباقي مو بتاعنا لا ما انت شربت كتير يا زعيم على كاس عم خش خش بيت بتاعك ادينا بس خلاص كده شيل كاس اخر كاس ما تشرب كده بس يا زعيم يلا وانت ماشي بو كله انت ما عندك ما كاس عم شنو انا ماجي نوم هناك ما ما بتاعي انا لسه دول عريس جديد يا حبيبي مرة ما بدو قاقيتا بعمل شنو بسكامل كده أنا نبشوف البرنامج على عزيزة أنا نشوف بكرة هنا بلين بكرة معلينا ما أجيب باقي مو تانا ده بتاعي أنا خلاص براي وإنت قال أنا براي بس أمشي بيت بتاعك إنت أتعزاب أمشي في بيت بتاعك نمشي براي بس أيه أنت بمشي في بيت بتاعك بقدي معنا شربت بوين تنزيب بيت بتاعك ولا شرب أنا بيت بتاعك يا دور بيت بتاعك خلاص شربت بوين بعد عمل كلام باقي ساكت كاشين بابوين يا علي اوه كاني ديرينج
راجل المايندو فايدة سجمان سكران ساكن على كلام شيناك إتا كان جيت قريب جنبي إتا بشوف أنا بعملك شنو داك نوري لي إتا كلام وايد أنا داي أو راجل بتاك سجمان زيدا وإتا مرة بتاي كان إتا دير ولا إتا ما دير وكلام ده إنتا خلاص كده واسدا تديني حقي توالي تديني حقي انت لازم تديني لازم تديني حياتي يا زول انت الليلة ده انت شوف انت اي 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 لا 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 انت يا تي تعمل شنو في بيتي ها؟ اطلع برا، تي تعمل فقارة في بيتي ساكن، ها؟ جاك الراجل وما في ابا مولا حاجات هنا، امشي برا من بيتي هنا. يا سارة يا بنتي جيب مويه يا سارة. ما في مويه سارة ما تجينا ده، مويه تجنو كلام فارغ. يا ولدي. امشي برا من بيت ده. انت هم مو باغي ما سيب انا نوم، الليلة كمان انت بتشوف الليلة، ما بيك يا زول في بيتك. تردوني من البيت بجد انا قاعد زول ما عنده اي فايده تاني يوم ده انا كلمتكم كلامي رز انا ما داير واسه انا كان ما بقيت في حاله ده لكن انتوا كلكم جبرتوني في كلام ده يا بنتي يا روبيكا يا جناي كان النسوان ده كان بصمه صوتنا انا كما كلتك المشكله ده وبيدا قدرت لومني فوق يا جناي يا امي انا هدي ربيكا مرحب بيك مرة ثانية في مكتب بتاعي يا معلش بس الليلة جو شوية كده سخن عشان كده انا قلت هتشجر ده ونونس باقي الموضوع بتاعنا ده الكويس انه انا ذاته برنامجنا بعد ما هيمشي طويل شديد لانه كده كده دايرين نمشي نصل لحل بتاعت المشكلة وده زمن المناسب ان احنا لازم نجيب في حق بتاعنا او ان احنا هنستمر نعانوا بالطريقه ده بعد كل ده احنا اهو قاعدين نقتل رجالنا بدقونا زي كلاب برمونا من بيوتنا بناتنا بيزوجوهم هم لسه صغار وما جاهزين مشكله ده بقى صعب شديد نسوان هناك تعبانين مره واحد ها
أجدل وناس ما ونوسو فوق عشان ينتهي ما بيكون كويس ألون في المرة ده لازم يجيف نحن بقينا تعبانين مرة واحد نعم ده الموضوع نحن شغالين فيه هسه والموضوع ده أكيد بنلقى حل بتاعه بس نحن ما هنقدر نلقى حل للمشكلة ده إذا نحن برانا كده عشان كده لازم نشوفوا بعض من شركاء نقدر نتعاون مع أصحاب المسالة وبعض من جمعيات تانية عشان نقدر يساعدونا في حل بتاعة المشكلة ده والناس القاعدين يعملوا هيئات زي ده بره هناك ده لازم يحاولوا يغيروا عقولهم عشان نقدر نخلي من هيئات القاعدة ونعملوا هيئات الكويس وإذا وحدنا أفكارنا أكيد هنلقى حل للمشكلة ده إن شاء الله الكلام ده يحلوا لأنه بقينا تعبانين مرة واحد يا كويس إنه ده زمن مناسب ذاته وهسه أنا وإنتي من هنا نحن ماشيين لقدام نمشي قدام بالمشكلة ده عشان نقدر نحصل على الحل انت شيل الملفات ده وادو في مكتب بتاع الاداره وخلي الناس يجيني انا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا فضلا مرحبا بك انت في المكتب كيف تمام زي الحال كيف نورت المكتب كيف انت كيف تمام زي الحال تفضل لما تجلس يا سلام كيف الله كويسين يا سلام مدام روبيكا انا متاسف شديد جدا للحاجه اللي حصل لي كده يا جنابو حاجه ده ما بياثر بي انا براي بياثر بنزوان تانين هناك كتير في هلا مشكله ده لازم يقف عشان ما كلهم بقدروا يجي يشتكي مدام روبيكا ده هو صعب شديد عشان نوقفوها ليه؟ لأنه دي عادات ودي ثقافات ودي تقاليد بتاعتنا نحنا عشناها من زمن طويل انت ما شايف انه ده زمن المناسب ان احنا نقدر نوقف فيه المشكلة ده؟ يا جنابو ان احنا جيناك دارين نشتغل معك عشان ننقذ الجيل ده ودارين بناتنا يرجعوا لمدارس لمستقبل بتاع بلدنا الحقيقة حقوق بتاعت المرأة حقوق بتاعت الطفل الزواج المبكر والزواج الإجباري والعنف ضد المرأة أو ضد النوع نحن كلام ده موجود عندنا في الدستور بتاع الدولة بتاعتنا جمهورية جنوب السودان وبعدين حاجات ده لو قاعد في دستور بتاع جنوب السودان ليه ما قاعدين تطبقوه؟ ولقيتوا يا ما دارين تطبقوه بطريقة صح؟ لا 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 تمام روبيكا الحاصل ده أجيالنا ناقلوه من جيل إلى جيل ونحن الشرطة نحن قعدنا كتير مع كبار الأعيان الناس الكبار في الأحياء عشان نقدر نحل هاي المشاكل زي دي لكن ما وصلنا لحل فعشان كده أنا بقول لك إنه نحن ما بنقدر نعمل الكثير نحن لازم نتكلم هسا أو هنندم في المستقبل جنابو أنت لازم تساعد مرتك وبنتك الطريقة البنات والنسوان قاعدين يتعانوا بيها برا هناك ما كويس نحن لازم نشتغل سوا ومنظمة بتاعنا جاهز ليشتغل معاك عشان نوقف العنف ضد المرة الكلام ده لمس قلبي أنا عشان كده إحنا كلنا نخط يدينا في بعض سوا عشان كيف نقدر نلقى الحلول الناجح أوكي تمام شكرا جزيلا أوكي فرقة الله فرقة الله كيف كلمة تمام يا فرقة الله أوكي فرقة الله أوكي الحضور الكريم السلام عليكم جميعا عليكم السلام
نرحب بالسلطان، كبار الأعيان، المنظمات، ناس الكبار، أمهات وآباء، عيال بتاع المدارس، بنات وأولاد، وكل شرائح بتاع المجتمع. نحن حسي يوم السبت الليلة كان فيه الاجتماع ده بيت السلطان إميليو سلطان بتاع حي السلام، يا هو الاجتماع ده جينا فوق عشان نحل القضية اللي كان رفعوه قدامنا ده. سير السلطان. كويس. أنا برحب بكم في يوم بتاع الليلة ده، وأنا عايز نقول لكم كلام بتاعتي ده أنتوا تسمعوا بكل اهتمام وتشيلوا الموضوع ده بجدية. كلنا بنعرف ربيكا. أيوة ربيكا ده مرة بتاعينا. مرة بتاع منو؟ بتاعي. أنت تقول لي مرة بتاعك؟ أيوة. رئيس أجمان ده؟ على كلام شي كلب ساكت هناك. أنا كلب يا ربيكا؟ أنا كلب؟ هناك يا تعبان، احترم نفسك من فضلك. روبيكا ده اجبروها للزواج وهي تحت السن القانوني 16 سنة، عشان كده انا هنا دارين نوقف الزهرة دي. دارين توقف شنو؟ نوقف الزهرة دي. انت جيت هنا عشان تغير ثقافتنا؟ انت دار عن هنا نقعد هنا بدون هوية بتاعنا؟ ها؟ وري له كده. شوف يا وجايبين لقيت البلد تاني لنا هنا؟ ده كلام ده؟ يا ما كلام ده ما صح. لازم بناتنا الصغار ده يدوم فرصة عشان يقروا التعليم بتاعنا يمشي قدام مستقبل بتاع بناتنا، ولو انفل بعملوا لنا نحن نسوان ده لازم يجيب في المجتمع بتاعنا ده. نقطة النظام يا جماعة، نقطة النظام، نقطة النظام. أنا قمت بحل بتاع المشاكل بتاع النساوين والبنات في المجتمع بتاعتنا ده، وانا كسلطان بتاعكم انا عايز ندي حق بتاع النسوان في المجتمع هنا وحق بتاع البنات، وانينا في المجتمع ناخد الحاجات الكويس ونخلي حاجات البطال ده برا، ونحمي حقوق الناس في المجتمع بتاعتنا. من الليله لقدام ممنوع الزواج المبكر، برضو ممنوع الزواج الإجباري، وبرضو النساوين الرجال بتاعتهم مات أنينا ما ممكن يورثون بقوة لأخوانهم تانين. خلوا بالكم تاني كمان، البنات بتاعنا اللي في مدارس دول ولا ما في مدارس أنينا ما نخد في راسنا أنهم بنات دل ثروة ولا هما راس مال ولا شنو بتاعنا نيه بتاع المجتمع. برضو من الليلة فسايدا ماشي لقدام، أي زول سمع ولا أي زول شاف أنه في بنية قامت تطلع من مدرسة علشان يمشي عروسوها، من فضلكم تعالوا بلغوا لنا كشرطة أنينا عارفين كيف نتصرف مع هؤلاء الناس. نحن طالب بقينا في قالب واحد، روبيكا ترجع بيتها، وبنية بتاع اللي اسمها سارة دي ترجع للمدرسة عشان تمتحن، عشان السنة اللي فات هي ما امتحنت. في جهة بتاعنا هنا كمنظمات أنينا جاهزين لندعم سارة وباقي بنات التانين ليرجعوا يكملوا دراسات بتاعهم. وأنا عايز أقول لكم كلام يا أولي أمور، أمهات وأبوهات، أخوان، الناس المسؤولين، إنتوا ما تزوجوا بناتكم وهم لسه صغار، ما كملوا الدراسة بتاعهم وما جاهزين للزواج. Aleluya, mafaya bigasi mara, mina
My fellow women, stand with me. My brothers, our husbands and fathers, stand with me. Let us stop violence against women to build a better tomorrow. Oh, Rebecca, they say you're just a woman. You don't have a voice or a choice. Oh, Rebecca, galit na mara sakit. Ita mind us old, a shiny type of one us old. Before